عليكم حبايبي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير. مرحبا بكم في فيديو جديد من الشميته. طلعت للسطح، المهم بقيتوني عاد فطرت انا والياس. الياس مشى للخدمه وانا ارى لي التماره مسكينه. غنطلع نيشان للسطح، غادي نصور لكم. المهم عندي شي حوايج خصني ننشرهم دابا شي شويه، محد الشميشه باقا عاطيه. هاد الايام راكم شتو كاملين، كاينه الشتا وما يمكنلكش تطلع للسطح لا والو. وغادي ننشر واحد الحويجات وشي حوايج نيت هما ديال الكوزينه. شي سريبته تما صبنتهم في يديا وطلعتهم عاوتاني للماكينه باش يتصبروا مزيان. وخليكم معنا، الفلوق باقي طويل. ساليت منشير ودابا غادي نهبط نكمل الشغل ديالي. ها نتوما السطح، هذا هو السطح البنات. شي يمش صافي، ورا ندير انا ماشي الخاتا هي شي شويه ان شاء الله، وغادي نطلع حتى هي ان شاء الله. يلا هبطوا معايا. رجعت لكم مره اخرى البنات. المهم لقيتوني دابا عاد هبطت لتحت لاكاف، وصراحه البارح طحت عليا في اللي جينا نجلسوا انا والياس هنايا في الجريده، حنلقاو الفرخ تبارك الله مرول القضيه. داك الزوان ديالو يا كيقولوا لي زوان، مفرد داك الشيء كله. نوريكم، شوفوا شوفوا راه هو زوان كيفاش رد الرد. اليوم نقول علاش لا من اليوم ما نسيقش هاد البلاصه ونجمع مزيان، حيت كنبغيو نجلسوا فيها. ديال البلاصه زعما الوحيده باش كتشوف شويه النظر سيدي ربي. صافي غنقي ليه بلاصتو حتى هو راه عمر هاد الزوان، وغنضرب واحد التسييق هنايا فعلى تاك. خليكم معايا اليوم غنشارك معكم ان شاء الله النهار ديالي كامل. البنات هاد لاسبيراتور الله يعمرها دار خزال صراحة، مندمناش عليه. أنا ما عنديش واحد، عند الوالدة واحد وعند حماتي. أنا ما شاء الله غادي ناخد شي واحد واعر. أنا عندي لاخر كبير بزاف، كبير خاصو يهبط. تيجي إلياس عاد كيهبطو ليا من الفوق، ولا خاصو قبل ما يمشي لخدمتو خاصو يهبطو ليا، مكنقدرش نهبطو عالي. عندي البلاكار شنقولكم، هدا زعما غزال في المتناول وخفيفة. نتوما كغي بيد وحدة كتشوفو خفيف. ها والله الا زويونه البنات، زعما بزاف البنات كيسولوني مي كنستعملو منين خديتي. راكم عارفه راه الفيديو اللي كنت فريت فيه لي ماشين راه كاين فيه عند سمير. And I know.
من ساليت صراحة كانت الدنيا هنا مغبرة داخلة على الغبرة ديال بصح كنبغيو نجلسو هنايا كتكون القضية مغبرة ما كان زعما صراحة نجلس فيها الحساسية. المهم انتما كيما كتشوفوا القضية الجمعات ولات زوينة. السلام عليكم خوت، كي دايرين؟ كلشي بخير، نتمنى تكونوا هانيين وبخير وعلى خير. قبل ما يبدا الفيديو بغيت نشكر كاع الناس اللي تفاعلوا مع الفيديو اللي فات ديال الوالدة ديالي. شكرا لكم بزاف على لي كومونتير زوينين ديالكم والله يخلي لكم صحيحتكم. الشيء اللي قالت لي نقول لكم اكبر فيها الحال بزاف وشكرا لك. بعد نبداو الفيديو لقيتوني عاد خرجت من الخدمه، خرجت مع ديك الخمسه بكم الظروف اللي كنمروا منها دابا والمرض اللي منتشر. قررت الشركه ديالنا انها تعطينا نخدموا من الدار حيت اكورداو لينا تيلي طرافاي يعني نوليو نخدموا من الدار. وجاي في الطريق قلت علاش ما نشدوش شويه في رانيا، علاش ما نديروش واحد المقلب لرانيا، علاش ديما قاسات تقول بنا علاش ما نقلبوها شويه. المهم الهدف من هذا المقلب هو نضحكو كاملين ونقشبو كاملين ونرفعو على النفسيه ديالنا حيت بصح النفسيه ديالنا عيانه شويه الايامات والعالم كامل ماشي غير حنا، يعني بدلو شويه الجو نضحكو شويه. غادي نقول ليها حبسوني من الخدمه الله يستر. نقول لها حبسوني من الخدمه ما نوريهاش البوست لا حتى شي حاجه تنشد فيها شويه معصبه. المهم باغي نمرضها. الماتيريال المهم نخليه في الكوفر. يلا طلعت بدلت الحوايج. لقيت رانيا حتى هي تتبدل باغا تصاوب لكم شي شهيوه ولا شي حاجه تتسناني نجي باش نعاود نعاونها في التصوير. المهم انا نحط الكاميرا في شي قول ما كنظنش غادي تقشعها. المهم خليكم معنا، انا تكون هابطه نحيط لها نيشان. خليكم معنا نشد فيها عرفتي محلف عليها. رانيا نعم أجل. انا اللي اهتم الموضوع هذا، انت كان المفروض انك تسكرين اللعب. مالك تقومي تاخذين شغلك وشغلك. ماليش تاخذ شغلك تي داخل منا دخلت على عليك انت شواقع ساعات ولا كثير وين احلامك ولا شواقع ماك شو كل شيء تسوي لنا انا ما عندي في اي مانع بس خلي الشغله هذه يا يمه وين مالك ساعات ولا صافي ساعات ولا ساعات ولا ما وقع عليك عارف كامل كنعيط ليك ما كتجاوبش انت كنتي جاي عاد عيطت لي ما فاش ليك فراس من العشرة وانا برا علاش كنتي على العشرة يا وين انا من العشرة واش من نيتك من الخمسة ونص من العشرة وانا برا تجي علاش سلطان انت شفيك انت مرة معي مرة مثل ما انت بيهم يتحملون المسؤولية انا تحبسوني من الخدمة حبسك من الخدمة علاش كورونا حبسوني كيفاش حبسوك حبسوني ما نعاودش نمشي ما بقيتش غنمشي لهنا صافي حبسوني من الخدمه جراو عليك من الخدمه جراو عليا من الخدمه علاش درتي حاله فهميها في حاله علاش درتي ومصاب كون درت كاش مصاج جريدي جوالا انا بصح هي اش كتفلع عليا ولا شنو انت شفتي تفليا تا واش قال لك بان لي اليوم بغاتي تشد فيا ولا شي حاجه دابا ودابا واش كنهضر بصح لا منيت عرفتي شنو راه باقي تابعني الفيديو عم تكون داك الضحك ديالك انا ما واش كتضحك ولا ما كتضحك لا كان بنت لك تنضحك انا بنت كناش كيفاش غيجيو يجراو عليك في نهارك راه ما يمكنش الياس انا في نهاري انا بنت لك جراو عليا في نهاري بحال لا تسوليني انا قال لك بس داكتيفيتي سيدي الله يعاون صافي سير تنعيطوا لك قبل شوي وقال لك الكلمه اللي صار انت قال انت خدام معاه بغا يجي يحبسوك شنو قلتي شنو هضرتي مع هما حتى حاجه هي تما نهضر معاهم قال لك سير تنعيطوا لك هادشي اللي كاين سير تنعيطوا لك شنو غادي حبسوك غا انت اللي حبسوا الناس بزاف حبسوني انا صافي راني بلا بقيت حكري على الدبره صافي حبسوني من الخدمه ما بلا ما تحكري على الدبره صافي انا بغيت نقول لك صافي ما كنتش نقول لك كاع حتى لقى خدمه اخرى وي هو صافي شنو كاين صافي طلعوا لي الدم صافي ما بقيتش باغي ندير معاهم حتى دقيقه صافي دابا شكون واش هو اللي حبسوك ولا انت اللي حبستها ما فهمتش والو بجوج هادشي شكون كضحك تنضحك خليني نوض بحالاش ولا كنتي كضحك خليني نوض بحالاش راه تنضحك راه بنادم تنضحك شمس ما ودك ترتاحين شوي تنضحك بصح عرفتي بو جنن باش نولي خدام معاك كنشد شي كوان والله ما فهمت شي حاجه كيفاش انا ولي خدام معاك
اللي خدام معايا باش خدام معايا الصالون لا من طيبتيني كثر ما بصح واش بصح حبسوك ولا شنو حبسوني من تخدم معايا في الصالون خدمنا في الصالون غدا نجيب لك السيفي جيب لي السيفي انا نخدم حتى انا بعدا كنضحك معاك لا لا انا كنضحك معاك شنو كتحب معايا بعد مني بعد مني ما الكاميرا هنا واش حاط الكاميرا هنا هو شوف انتي زعما تقلقتي واش تمنيتك شتك ما فرحتيش اش الفرح دابا واش حبستي بالخدمه ولا ما حبستيش بس من الخدمة هي جيت نخدم هنا كيفاش جيت تخدم هنا ما فهمت حتى صافي عطاوني بيسي نجي نخدم هنا ما بغيتيش تفهمي علاش مقلق ما مقلقش مقلق حيت قالوا لك تخدم في الدار بغيت نقول لك شوية الله لا بقات فيك بقات فيك انت اللي تتعرفي المهم حبست من الخدمة قد فايل راسك يحبسك بصح وانت راه كاع دوك المقاليب ديالك تيطراو بصح عرفتي انا من نهار ديباناج والله الا جاي وتنقول يا ربي ما تسمعش مني راه تنضحك ما طاح لك في بالي ما طاح لي في بالي بغيت نمرضك عصبتيني عرفتي دابا راه اللي عصبني ماشي هو حبسوه من الخدمه كيهضر معاهم كيهضر معاك بارد زعما حبست من الخدمه صافي حبست من الخدمه كنقول دابا راه دابا شي حاجه حرزو شي حاجه عادي طات في حياته جراو عليها ويلي انا ما رضاش جراو عليا حتى انا راه ما رضاش يلا دابا شنو واش قاعد تخدموا في الدار لازم نبداو نبداو خدامين في الدار مزيان نخدم في الدار عم طلع عليها فراس عرفتي المرض 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 عرفتي شنو الله يصبرني ورجعت لكم مره اخرى البنات مرحبا بيا المهم بغيت نقول لكم بالنسبه للوصفه ديال اليوم غادي تكون زوينه وسهله بزاف وهادشي كامل حيت كنسمع الهضره ديالكم في الفيديو اللي فات بغيت نقول لكم شكرا بزاف حيت كتخافوا عليا وكتنصحوني قلتوا لي رانيا حيدي عليك الخبز ديال الزنقه او اللي كيتباع في المخبزات المهم اليوم لاول مره غنجرب هاد الوصفه كنت كديرها ماما وشفتها عندها وما عمري ما جربتها اول مره قلت لكم انا ما عنديش مع العجينه ولكن غتكون اول تجربه معكم خديت المقادير بالضبط باش تصدق ليا اليوم غادي نصايبوا واحد الخبيزات بالحليب كيجيو رطيبين تقدروا تفطروا بهم تقدروا ديروا بهم كاسكرو المهم ديروهم مع بالشكلاط ديروهم كونفيتور اللي بغيتوا تقدروا ديروا اللي بغيتوا المهم بالنسبه للمقادير اللي غادي نحتاجوا اليوم عندنا الطحين وعندنا الحليب بودره ديال الحليب وعندنا بيضه وعندنا سنيده وعندنا هنايا عاوتاني الزبده والخميره والليحه وما نساوش كاس ديال الحليب المهم نبداو على بركه الله اول حاجه اللي غنحتاجو يلاه معايا دابا غنمشي وحده البوطه ايه غادي نمشي اول حاجه البنات غادي نحتاجو نديرو هاد الكاسرونه البيضاء بحال هادي كاسرونه ولا مقله اللي كان وغادي نديرو فيها تقريبا واحد الكويس صغار ديال العنبه وغنزيدو عليه الماء هادشي قبل ما نشعل عليه غادي نخلطو تندمج عندي الخليط تيولي بحال الماء نزيد الماء حتى كنحركو مزيان بحال هكا وكنبقى نخلط فيه بهاد الطريقة حتى كيتجمع انتما غتشوفو الشكل ديالو كيفاش غادي يولي هانتوما البنات بنات ها هما شوفو كيفاش كيولي كنبقاو نحركو فيه كيتجمع داكشي كامل هانتوما وغنشدو وغنديروه هاد الطويصة ديالنا داكشي كامل غنديرو فهاد الطويصة ودابا البنات غادي نمشيو دابا للعجانة المهم اللي عندو العجانة يدير العجانة اللي ما عندوش غادي يستعمل يديه المهم بحال بحال اول حاجة غادي ناخدو واحد ربعة ديال الكيسان عامرين مزيان ديال الطحين او الدقيق الثالث
غنزيد واحد اخر حيت انا هذا ما كعمرتش بزاف الكاس. المهم نتوما ديروا ربعه الكيسان. غادي تزيدوا عليها البنات معلقه ونص، معلقه ونص ديال الخميره بحال هكا، وتقريبا تقريبا هكا حفينه ديال السنيده، تقريبا كاس صغير ورق، وكبيصه ديال الملحه، وبالنسبه للبنات هذوك البيضه ديالي وداك الكويس ديال الحليب انا غنوريكم كيفاش غديروا ليه. تاخذوا داك البيضه وتزيدوا عليها نص كاس ديال الحليب، نص كاس، وتخلطوا البيضه مزيان. المهم صفر البيض وبيض البيض كلشي، وغتخويوها في ديك الخليط ديالنا، وغادي تزيدوا عليه واحد جوج معلقات ديال الحليب بودره. قبل نخدمها البنات غادي نزيد داك الخليط اللي كنت صايبت قبيله حتى هو مع العجينه. ها نتوما البنات ها العجينه ديالي ها هي بدات كتجمع، وغادي نزيدوا عليها الزبدة. هلا البنات ها هي العجينة ديالي، ها هي جمعتها كتجمعها بهذا الشكل. صراحة هاد لاماشين أول مرة نستعملها أنا، كنت كنشوف الوالدة ديما كطايقة كيفاش كنستعملها، ما عرفتش ليها بالضبط، غير هو في الأخر عاود دلكتها أنا بيدي، ضروري خصك دير ليه اللمسة ديالك. المهم ها هي هو كتجمعو على شكل بحال هكا بحال خبيزة، وكديروها فشي اناء ديال الدجاج ديال اي حاجه ماشي مشكل تا، وتغطيوها لواحد المده ديال ساعه حتى كتخمر. انا غادي نغطيها ساعه حتى كتخمر وتنفخ. صراحه كاول تجربه ان شاء الله غتكون ناجحه. شوفوا نقول لكم واحد القضيه، بزاف من البنات بزاف ديال الناس كيبقاو يعيبوا ويقول لك ما كتعرفيش تشقاي ما كتعرفيش، وهو شوف اي حاجه اي حاجه اي حاجه كتعلمها، راه تبارك الله ديال اليوتيوب ولا عامره بالفيديوهات ديال الشهيوات وديال الماكله، خاص غير الوقت والواحد يبغي هو يكون كيبغي ديك الحاجه ويبغي يتعلمها. اما حتى حاجه مستحيله، وما تسمعوش كاع لدوك الناس اللي كيبقاو يقول لكم ما كتعرفوش ديروا الحاجه، اي حاجه ما كتهضرش على الكوزينه على اي حاجه، اي حاجه كتبغيها وباغي تتعلم ليها سير فيها وما تسمعش الناس الاخرين. ورجعنا لكم عاوتاني من بعد ما خليت العجينه ديالي خمرات لمده ديال ساعه كتبقات طايح، وغادي نقطعها بحال هكا دي ترونش. هاد الطبقه وناخذ الترونش ديالي الاول ندير ليه بحال هكا، هانتوما كنلويو على هاد الطريقة هادي، ونحط في البول ديالي. هانتوما البنات من بعد ما صايبت الخبيزه ديالي شفتوهم كيجيو بحال البغيوش البنات، دابا غنخلطيو بواحد نص ساعه، وغنمشي نشعل الفران ديالي باش يسخن باش نيشا نخشيهم في الفران. المهم البنات ها هي العجينه ديالي راه تنفخات والخمرات خليتها تقريبا نص ساعه. هنا في هذا الكويس هنايا كاين الحليب وكاين البيضه، وغنزيد عليها واحد الرشيشه ديال الفاني ندوز قيها من الفوق بهذه الطريقه. بالنسبه للبنات الفران غادي تشعلوا عليه في درجه الحراره ويكون مجهده، سمحوا لي على صوت ديال الكوكو فنطيب لاشا ديالي،
غادي تجهدوا ليه على درجه الحراره ديالو كامله، ومن بعد منين غتخشيو العجينه ديالكم او الخبيزه ديالكم في الفران غادي تخدموا غير من التحت ومن الفوق لا هكا باش ما تحرقوش ليكم بالزربه. يلا معايا البنات راه هما، ودابا غادي نقص من الحراره واحد شويه نضيف 200 وغادي نخدم غير للتحتاني. شوفوا هما بداو كيتنفخوا، اذا الوصفه ديالنا ولا الشهيوه ديالنا ها هي بدات كتنجح، ومازال غادي يتنفخوا وغيتحمر. انا خلى عليهم العافيه او السخونيه ديال الفران شويه مهيله باش ياخذوا وقتهم في الطياب. تقولوا واحد كاش راني خرجت المواهب ديالي كاملين في هذا الحجر الصحي. الياس غادي يتفاجئ غيقول لي اختي بقيت عجني لينا ديما وصافي. ان شاء الله الا صدقات ليا هذه المره هذه الوصفه الفيديو الجاي طيب لكم شي خبيزه ولا شي كوينيره. المهم غنتعلم معاكم. اللي بغيت نقول لكم شكرا لكم بزاف بالنسبه للبنات اللي قالوا لي راني ما تبقيتش طيبي في دابا تاخذين الزنق الخبز راه حتى هو يقدر يكون فيه المار، يكون الناس بزاف ديال الناس اللي كيقيسوه. وداك الشيء علاش انا اليوم قلت نجرب نخبز هذا الفطائر البنات كيجي تقدر تاكلهم بالشوكولاته ولا اي حاجه كنجرب نصبقيه. المره الجايه غنصايب نزعم نصايب الخبز. وشكرا حتى الناس اللي قالوا لي في الكوزينه بقيت جمع شعرك، راه هذاك الفيديو كنجا معاه كنديرها لي في الراسه ولكن المره جمعته كامل شافونا اللي كنسمع الهضره. شوف الانتقاد اللي فيكم طريقه زوينه ماشي مشكل واخا كيتقال ديك الساعه انت كتطوروا في راسك وكتقول راه خاصني ندير هاد القضيه راه عندهم الصح. البنات ها هما بداو كيتحمروا من الفوق، ودابا شعلت عليهم العافيه غير مهيله ها انتم كما كتشوفوا درت غير السخونيه هكا من الجناب باش يطيبوا دوك الجنيبات. ها هي البغيوش ديالنا والخبيزه ديالنا ها هي طابت ها انتم شو كيتحمرات شو كي كتجي جيو فنين. نقطع لكم واحد الطريف ها انتم البنات نقطع لكم واحد الطريف شوفوها قرب شي شويه شوفوا كيفاش كيجي البنات ها انتم قيرمش شوف كي كيجي من الداخل طيب ها هو كديروا فيه شويه الفرماج ديروا فيه اللي كان وتاكلوا كيجي فن. صافي هذه هي الوصفه ديالنا ديال اليوم. اجي تشوفوا العشيوه ديالي الياس واحد الكوكلياس لورا هنا درت مع شويه الطرافخيت وصافي. نتمنى تكون عجبتكم الوصفه ديال اليوم وبغيت كلشي يجربها سهله 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 بزاف. وانا عرفت لها هاد الحاجات اللي عندي انا في كيتفرجوا فيا سهله البنات بغيتكم كاملين تجربوها بحال طاح بزاف ديال البنات جربوها صيفطوا لي تصاور في انستغرام تبارك الله عليكم. المهم بنات الله فراسكم نتلاقاو ان شاء الله في فيديوهات اخرى. لقيتونا دابا تعشينا والخبيز اللي صايبته هو نديرو فيه شويه الفريميجا اييه هو هذاك على ذوق الياس وهذه الحليوه كتحلقى فيها شويه حتى هي غادي ناكلوا منها داكشي اللي بقى وتهلاو في راسكم. شنو ما عجبكش؟ لا زوين سبحانك تربتي نفس اللي عجبوك المقاليب. ونتمنى يكون عجبكم اليوم الشهيوه اللي درت لكم والروتين راكم شفتوا ماشي شي حاجه اللي هي كبيره. المهم شاركت معكم النهار ديالي وكيفاش كدوزوا نعرفكم كتوحشوني وقابلين عليا في جميع الفيديوهات ديالي وكنحماق عليكم. شكرا لكم بزاف على الدعم ديالكم وتهلاو في راسكم وبوسه كبيره لكم. ولا عجبكم الفيديو ما تنساوش ديروا لايك وتابوناو في لاشين بالنسبه لنا جداد. لا لا شنو مالك شنو لا لا نديروا بزاف لي لايك يلا باي باي السلام عليكم.